لي مالك ان شاء الله. السلام عليكم بخير لاباس كيداير اسيدي. مبروك على الشطور، مبروك رمضان. الحمد لله احنا مع رمضان بخير كيداير انتم كيداير مع الكورونا. الحمد لله مع سيدي على الحياة. الحمد لله كنا خدامين واحد الشركة والشركة مع هذه الأزمة، هذه أزمة كورونا ومن العمل ومن بعد علي صوتك شويه باش يسمعوك الناس. الحمد لله على الخير كثير، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ديال الساعه. الحمد لله وكل شيء كل شيء بيد الله العظيم. هذا مع المساعده اللي تعطيونا الناس، الماكله، هذاك الشيء راتي هنا ما تيقوش، حيت واحد السيد في فرنسا تيوريهم الفيديوهات ديال المساعده ديال الجمعيات، وشي وحدين شي تعليقات جاوا في الكومنتاريو ديالو بداو تيعايروه وبداو تيقولوا لي تتكذب تدير هذاك الشيء. احكي لهم انت دابا عايشه في اسبانيا، قول لهم المساعدات اللي تتعطى لك من طرف الجمعيات، الماكله وهذاك الشيء. هضر معاهم، هضر معاهم السي. سيدي الحمد لله كل شيء كاين في الساعه، المساعدات كاينين، كل شيء كاين، كاين الطير، كاين كل شيء كاين الحمد لله. صراحه باش نكذبوا هما يبتدوا هاد الازمه، باش غادي تصعب هاد الازمه ان شاء الله غادي تكون المساعدات مزيانين. دابا راه بحال هاد كل شيء مسدود، ولكن المساعدة تعطيوها لكم لحد الآن تعطيوكم. المساعدة كاينش بلاش مساعدة، كاين مساعدة. شي سميتها المساعدة؟ المساعدة الناس اللي خدامة كاينش. الايرتي. الايرتي كاينش. زين. اللي ما عندوش ايرتي كاين البارو. كاين الشومار. ويعني واللي عنده البارو والبارو والايرتي يعني تيشدوا المساعدة ديال الماكلة من عند الجمعيات ديال الاليمنتاسيون. كاينين اللي محتاج الماكلة بحال سباكيتي، الحليب، العدس، اللوبيا، الليكوش، كاين كوشي، كاين كروخة. دابا سير عندهم قول لهم يعطيو سميتها كروخة وزيد الاخرى يعطيو كوشي، سير عندهم قول لهم. وهذيك تاع سوردين سميتها اللي في اللي مرأسة السي محمد، لا مابقاش السي محمد. المهم انا عارف انا غادي الكروخة اللي عندو كيعطيو بي، كيعطيو بون ديال الفلوس باش يمشي يتقدا وهادي. والحمد لله كلشي عايش، كلشي واقف ان شاء الله، ما كاين حتى شي ازمه. وكاينه الجمعيه ديال الاسلاميه ديال المغرب ديال الجامع، الا خاصها شي حاجه ولا شي واحد عنده شي حاجه ورخيت كيتعاونوا معاه. الحمد لله، الحمد لله حتى واحد ما تيمشي، علاش غادي نناقو؟ مالو بخير، واقف ان شاء الله ما خصها حتى حاجه. واش غادي نكذبوا؟ هذاك الشيء اللي كاين اخي سي محمد، هذاك الشيء اخي سي محمد. هنا هنا ماشي هو المغرب، المغرب الانسان ازم بزاف الناس، وصلت لهم العظم. يعني بنادم تهلك مهلك، تهلك ومهلك تماك في المغرب. اما انا يا خويا في اسبانيا، ولا داك السيد اللي تيرمي فيديوهات في فرنسا، راه هضره في الصميم وفي القلب. وخوكم دريس من طرف الحلاقه، من صالون الحلاقه، وخوكم معكم السي محمد الميكانيك. هذا ميكانيك ان شاء الله، واللي بغى يصاوب شي سياره ولا هذا، انا تنهضر على الناس اللي عايشين في اسبانيا وتا في خارج، تا في المغرب ان شاء الله. وراه هضر لك مع المساعده، كل شيء واكل، الانسان واكل شارب، ممنوع بنادم هنا يجلس بالجوع. هنا الناس واكله شاربه، تكون ما خدامش وعمرك ما خدمتي، بنادم يخرج يتعيط للطرابه خضره سوسيال، طرابه خضره سوسيال. شنو تتعني بالعربيه اخي؟ هي يعني رئيسة، هي تتكون مكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتهضر معها بالتليفون، تتقيدك، تدير لك سميتك، كنيتك، الوليدات، التخربيق، المهم كاع الفورماسيون ديالك، وفي الاخر تيعيطوا لك تيعطيوك ماكلة. هذاك الشيء اللي كاين. جيبوا شوفوا في اسبانيا، الا كان شي واحد تشكى بان تشكى شي واحد تشكى من الجوع، ولا ما كاين هنا حتى واحد تيشكي من الجوع ولا من الماكله هنا. المغرب ساكن الناس مضروره، بكل صراحه الناس مضروره. انا راه تنشوف، انا راه مشيت تنهضر مع والديا كل نهار، وتنهضر مع خوتي كل نهار، وتنشوف ماشي يا ولا اخ محمد. يعني راه عاود لكم كل شيء، والسلام عليكم ورحمه الله. واخوكم معكم خوكم دريس الحلاق، هو هذا اللي جيتو تشوفوا فيه، اللي شاد الفيديو، المستقر بسلامانكا والحلاق ديال سلامانكا. السلام عليكم.